ولكن الغير مباشر مثل الغبار اللي أرسله صوبنا، وممكن ارتفاع الموج أحيانا في الساحل الشرقي. وبخصوص الأمطار، هي أمطار روايح ليس لها أي علاقة بالمنخفض المداري المتواجد كان في بحر العرب والآن في سواحل باكستان يحتضر. الأمطار يا أخواني سحب ركامية صيفية معتادين عليها، إن كان في منخفض مداري أو إن لم يجد راح تتكون هذه السحب وتمطر. العلاقة الوحيدة اللي تربط بين هذا المنخفض والسحب الركامية الصيفية الروائح هي التغذية وإطالة عمر السحب في حال تغذت من الرطوبة التي يتركها أو تتركها الحالات بشكل عام القادمة من بحر العرب، مثل ما شفناه في منخفض الفهد بعد رحيل احترق لنا رطوبة مدارية وظلت أمطار الروائح بشكل شبه يومي لمدة 10 أيام إلى أسبوعين بعد المنخفض. لذلك لازم نفرق، هناك منخفض مداري يؤثر بشكل مباشر مثل منخفض الفهد، وهناك روايح معتادة عليها البلاد منذ الزمن البعيد. المتوقع يا اخواني ان تشتد سحب الروايح من تاريخ 18 19 20، وانت رايح يمكن حتى نهاية الشهر بشكل متقطع، وتزداد بسبب التغذية اللي بتكسبها من المنخفض الراحل اللي لم يؤثر علينا بشكل مباشر في الدولة ولا حتى في السلطنة.